السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم نكمل إجابات الأسئلة. فعندنا بالنسبة لللبس اللباس، فاللباس طبعا بالنسبة لفقه السنة وكتب اللي هي بتتكلم عن الأحاديث النبوية الخاصة بالملابس، فهنلاقي إن اللباس أنواع ثلاثة. فعندنا النوع الأول هو واجب، لباس واجب، وبعدين لباس مندوب، وبعدين لباس حرام. الواجب هو الذي يستر العورة وما يقي الحر والبرد وما يمنع الضرر أو يدفع الضرر عن الإنسان. أما المندوب اللي هو اللباس اللي فيه ألوان، فيه جمال، فيه زينة، في حاجة زي كده، زي ملابس العروسة بتاع حاجات زي دي، يعني فالبدلة مثلا في الرجال، فده لباس الزينة اللي هو المندوب. أما الحرام، الحرام هو لباس الحرير والذهب بالنسبة للرجال، وكمان عندنا ثياب الشهرة، يعني لو واحد لبس لبس معين محدش لبس زيه وانشهر بيه، فأي واحد يشوف واحد لابس نفس اللبس يقول لك ده لبس فلان أو ده بدلة فلان، فدي خد شهرة فده حرام. والاختيال، الاختيال انه لابس حاجة شاعر ان محدش لابس زيها، فبيقول يا ارض هدي معلك هدي، فطبعا ده حرام. وتاني حاجة من الحرام لبس الرجال اللي هو ملابس النساء، او لبس النساء ما يلبس الرجال، فده حرام. ولذلك حتى الست اللي بتلبس بنطلون وكده، فالمفروض انها بتلبس جاكيت او اي حاجة على، يعني مثلا بلوزة مثلا أو التيشيرت أو حاجة زي كده، بحيث إنه يغطي بعد، يعني قبل إيه، حتى عند ركبتها، يعني عند ركبها، يغطي عند ركبها من الخلف، فده إيه بالنسبة للبنطلون، فعشان يغطي نص البنطلون تقريبا لغاية الركبة، فده اللي هو المطلوب. لكن البنطلون لوحده فده يعتبر إيه من الحرام. وطبعا الكلام ده جه في صحيح البخاري في أحاديث كثيرة بعد